الفيروس ده موجود في العالم كله مش موجود في مصر بس. عملنا في الفاصل بين الاعضاء وبعضهم، يعني كل عضو بينه وبين بعض العضو الثاني 3 متر، مفيش حد يقعد جنب الثاني خالص. بالنسبه للناس اللي بتوع العضويه الموظفين نفسهم عملنا شباك وقفلنا الشباك عشان يتقبل الاشتراكات بالنسبه لهم. وحتى احنا دلوقتي بنمر باستمرار، واللجان المشرفين بتمر في المركز، اي تجمع حتى لو اسره قاعده مع بعضيها بعيدوا عن بعض. كنا بننصحهم نصيحه كويسه، كان الناس بتتقبل فعلا كل شيء، والاسره يمكن معاها ولادهم ولادهم بعيد عنها كانت من دي. منعنا طبعا لعب الاطفال المراجيح كانت من دي، من اي لمس فيها منتهى الخطوره بالنسبه لهم. فالحمد لله قمنا بالمجالات الاحترازيه على خير وجه، وربنا يوفق ما يحصلش اي حاجه فيروس يخش مركز شباب الجزيره او يخش مصر كلها بالكامل. طبعا بعد فتره التوقف اللي كانت موجوده فيها النقاشات، بدانا فتره في العيد. العيد فرحه زي ما الناس بتقول، العيد فرحه، الناس كلها عايزه تفرح بالعيد، فلابد ان العضو ده من حقه يجي في العيد ويمارس شغله نشاطه بالكامل. فطبعا عملنا نشاط، يعني ايه، عن طريق مدير النشاط الرياضي في المركز، من 5-7 لمده 3 ايام نشاط للشباب، كره قدم، كوس وسهم، يعني كل حاجات ما فيش فيها التحامات مع الاعضاء مع بعضيهم. وعملنا حتى فيها برضو جوائز، وان شاء الله بعد ثالث يوم هنوزع الجوائز على الفائزين في هذه المسابقات المختلفه. الاسعار كويسه جدا، في تناول اليد الناس كلها بالكامل. وان كنت مركز شباب ليس نادي، فاحنا متحكمين في الاسعار، يعني اي منفذ بيع موجود هنا اول ما بيفتح بيعمل عقد مع المركز بيحط فيه الاسعار. ورغم كده بتلاقي ناس جايين من بره كتير جدا، رغم في ان احنا بنسمح لهم، يعني الانديه الثانيه ما بتسمحش في الفتره دي، يقول لك ممنوع دخول الضيوف في الاعضاء في المناسبات اللي في الاعياد، لكن مركز شباب الجزيره الحمد لله فتح للضيوف كلهم بالكامل اللي مع الاعضاء يخشوا اهلا وسهلا وهيقابلوا بترحيب جامد جدا داخل المركز. الكثافه العدديه المتواجده في ظل القاعده اللي محطوطه من قبل الدوله ان احنا لازم ندخل 25% من القيمه اللي بتخش الاعضاء، فهي كثافه معقوله الى حد ما في الظروف الرحمه. هي ممكن الفترة الصباحية بس، انت عارفة اول يوم العيد بيبقى فيه ارهاق ومعظم الاعضاء سهرانين، بالرغم ان احنا وفرنا الرعاية الكاملة والنظافة والتعقيم المناسب للاعضاء. يمكن هي ظرف اغلاق بس الملاعب الملاهي للاطفال، ودي مش بايدينا، حفاظا على الاعضاء المشاركين. فتوافد الاعضاء بيجي مع دخول الوقت الظهرية، يعني وقت دخول الضله بتاع بيجي الاعضاء يقعدوا ويمارسوا حياتهم الطبيعيه، والكثافه مقبوله الى حد ما. بقول لاعضاء المركز المترددين على المركز اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، احنا في انتظاركم، موفرين كافه الرعايه الكامله ليكم، الانشطه، الملاعب، صاله جيم مش موجوده في انديه مصر بالكامل، كامله وفي استقبالهم 1-8. الملاعب زي ما حضرتك شايفاها متواجده، الصالات متعقمه تعقيم كامل، صاله السكواش كامله للفرق الرياضيه، حمامات السباحه جاهزه لاعضاء الفرق مش للاعضاء لحد ما الدوله تفتح. اول ما الدوله تفتح هتلاقي مفتوحه للاعضاء لفترات الحره. الالعاب احنا بنسعى اهوت لتوفيرهم وجذبهم، اللي احنا نوفر ليهم الابرات الاحترازيه الكامله. اهلا بيكم وفي انتظاركم، وان شاء الله غمه تعود ونرجع بالكامل للممارسه بالكامل لكافه الانشطه الرياضيه.